ده اليوم العادي ده طلع في حد ذاته مش عادي، طلع نعمة كبيرة قوي من ربنا. طلع الشغل بمشاكله نعمة، وإننا نصحى من بدري نودي العيال للمدارس نعمة، وإننا ننزل من البيت من غير خوف وقلق نعمة. طلع النفس نعمة والشمس نعمة، حتى اللي احنا فيه ده دلوقتي تصدقوا إنه طلع نعمة؟ أنا نفسي أرجع عادي. قد إيه العادي ده كان نعمة كبيرة قوي وإحنا مش حاسين. يسير الدنيا يكفي وكثيرها يرضي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله المستحقين الشرف. وبعد، زي ما سمعنا إن الناس كانت في نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، نعم صغيرة ما كناش واخدين بالنا منها، لكنها في الحقيقة نعمة كبيرة جدا جدا. اليوم العادي طلع نعمة كبيرة وإحنا مش واخدين بالنا، النزول طلع نعمة وإحنا مش واخدين بالنا، الخروج والفسح والعمل طلع نعمة وإحنا مش واخدين بالنا. لكن بالإضافة إلى تلك النعم، عاوزين نشوف حاجة بسيطة جدا خلت الناس ما تشوفش دي نعم، ألا وهي حقيقة ما يحتاجه الإنسان من الدنيا أصلا. الإنسان في الدنيا بيسعى لكثير من المطالب، الكثير من المطالب والانشغال بها يخلي الإنسان ما يشوفش النعم، ويكفيه من الدنيا بعض الأمور اليسيرة وقد أدركها في هذه الأيام. إيه هي الأمور اللي الإنسان أصلا يحتاج إليها وتكفيه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من أصبح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، مالكا قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. تاني: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، مالكا قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وبالفعل لو احنا بصينا على الأمور اللي الإنسان بيحتاجها في الدنيا، هنلاقيها بتكمن في الثلاث حاجات دول: الأمن في الدرجة الأولى، وفي الطعام وفي الشراب وفي الصحة. بالتالي الإنسان لو امتلك هذه الأمور خلاص كأن الدنيا حيزت له، ومن ثم فإنه ينبغي عليه أن يشكر الله على هذه النعم. وهو ده اللي احنا شفناه، إن الطعام اللي كنا بننزل ممكن ناكله من بره نعمة وإحنا مش واخدين بالنا، لكننا كنا لا نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، مصداقا لقول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم كتير جدا ما كناش واخدين بالنا منها. فلو الإنسان اقتنع بهذه الأمور، الطعام والشراب والصحة والأمن، بالفعل كأنه ملك الدنيا. وده إحنا لقيناه في الأيام دي، الإنسان ممكن يكون قاعد في أيام الحجر الصحي في بيته، آمنا في سربه، صحته كويسة، معافا في بدنه، مالكا قوت يومه، عنده الطعام والشراب. فبالتالي محتاج إيه تاني من الدنيا؟ الدنيا كلها موجودة عنده في خلال هذه الأزمة. وبالتالي بننتقل بقى لنقطة تانية، إن النعم اللي إحنا ما كناش واخدين بالنا منها أساسها عدم الرضا بها، لأننا ما كناش واخدين بالنا منها، فلما بدأنا ناخد بالنا منها كانت انصرفت. نرجع ونقول الرضا بالقليل. الرضا بالقليل ده لو إحنا آمنا به واعتقدناه بعد ما نعرف إيه اللي الإنسان بيحتاجه، هنجد نفسنا أخلاقنا تغيرت، الأخلاق العامة، الشح، البخل، الاحتكار، الاستغلال، الإيثار، كل دي معاني تغيرت عندنا من خلال فهمنا لمعنى الرضا ولمعنى ما يحتاجه الإنسان أصلا. وهنا أذكر لكم قصة لطيفة ظريفة جدا عن شقيق البلخي وعن إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنهما ورحمهما الله تعالى. شقيق البلخي قابل إبراهيم ابن أدهم وسأله، قال:
كيف حالك يا إبراهيم؟ قال في نعمة من الله وفضل. فسأله إبراهيم فقال له وكيف أنت؟ قال يعني بيسأله عن حاله عامل إيه؟ فقال إن رزقت شكرت وإن منعت صبرت، يعني لو ربنا رزقني بنعمة شكرته ولو منعني صبرت. فسيدنا إبراهيم ابن أدهم قال له إيه؟ هذا حال أعزكم الله يعني كلاب بلخ، يعني إيه الفرق بينك وبين أعزكم الله الحيوانات؟ ما الحيوانات كده، إن هو لو رزق هيشكر وإن لم يرزق هيصبر، إيه الفرق بقى بينك وبين الحيوانات؟ فتعجب شقيق البلخ من هذه الإجابة وسأله وكيف أنت؟ طيب أنت عامل إيه؟ إيه موقفك؟ فقال له إبراهيم ابن أدهم أما أنا إن رزقت آثرت، إن رزقت آثرت معنى الإيثار، وإن منعت شكرت. هي دي الفكرة، حتى النعم اللي راحت مننا لابد أن نشكر الله عليها. اليوم العادي اللي كنا مش واخدين بالنا منه أنه نعمة لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، في السراء وفي الضراء مش نصبر بس، لا ده كمان نشكر. ونيجي المعنى جميل جدا ندخل من خلاله المعنى الشكر، لأن ناس كتير جدا مش فاهمة إيه هو معنى الشكر على فكرة. ناس بتظن أن الشكر يكون باللسان الحمد لله والشكر لله، وده مش صحيح. الشكر يا جماعة بيختلف باختلاف أعضاء الإنسان. إزاي؟ يعني مش الشكر أن أنا أقول الشكر لله على النعمة، مش بس كده، ده شكر باللسان. تعال أقول لحضرتك إيه هي صور الشكر. الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالبدن بالجوارح كلها. طب إزاي نشكر ربنا بقلبنا؟ أن تعتقد أن الله هو صاحب النعمة وأن الله هو الرزاق، خلي بالك، وهو ده معنى قول الله وما أوتيتم من نعمة فمن الله. الأصل النعمة من الله، أن أنا أبقى عارف ومسلم من جوايا ومن قلبي وأعتقد أن اللي رزقني هو الله، فاعتقادي بالقلب ده شكر لله سبحانه وتعالى. طب الشكر باللسان، أن تحدث الناس بنعمة الله عليك، ربنا رزقك بسيارة فتحدث الناس والله من نعمة ربنا أنه هو رزقني بسيارة، مش أنك تقول والله ده أنا ربنا مبتليني ومش ناسيني من المصائب، زي ما ناس كتير بتعمل للأسف الشديد. كل ما يقابل حد صاحب عين يقول والله أنا عندي مصائب، ما يعلم بالله ربنا، ما بيشكرش. فده اسمه إيه؟ اسمه إنكار لنعمة الله سبحانه وتعالى. من شكر اللسان أن تحدث بنعمة الله، وهو ده معنى وأما بنعمة ربك فحدث، ده اسمه شكر اللسان. ولئن شكرتم لأزيدنكم. نيجي بقى المعنى الشكر بالبدن. الشكر بالبدن أن تستخدم أعضاء بدنك في طاعة الله، وهو ده اللي ربنا قال لآل داود عليه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وبالتالي نفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول أيقونة الشكر صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فستنا أم المؤمنين عائشة بتشوف حاله كده، فكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه لغاية ما رجله تورم من كتر الوقفة في الصلاة. فلما سألته يا رسول الله لماذا تثقل على نفسك؟ فشوف الإجابة، قال لها إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر البدن إنك تستخدم البدن في طاعة الله وفي التقرب من الله سبحانه وتعالى. النعم الكتير اللي احنا ما كناش واخدين بالنا منها يجب شكر الله سبحانه وتعالى عليها، حتى وإن ذهبت، حتى تعود علينا مرة أخرى. الابتلاء اللي بيمر بينا هيزول، والآلام هتزول، والأوجاع هتزول، لكن العبرة تكمن في حاجة واحدة بس، إن احنا نرجع نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، ولعلهم يرجعون. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، ولك الحمد يا ربنا على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين،
وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وفي كل وقت وحين. اللهم يا مالك الملك، يا واحد يا أحد، يا قدوس يا صمد، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تبشرنا عند الموت بملائكة الرحمة، واحشرنا إليك ساجدين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.